أهلا بكم معنا مرة تانية في صباح النور. وسؤال كلنا بنسأله لما بنتحط كده في مأزق أو نتعرض لمحنة أو لتجربة كبيرة جدا، يا رب هو أنا مش ابنك؟ مش المفروض ده وعدك ليا؟ طب إزاي أنت موجود معايا طول الوقت أو أنا كمان موجود معاك؟ دايما ببقى في الكنيسة ودايما حريص أن أنا أمارس الأسرار ودايما حريص أن أنا أتناول عشان أحس بوجودك جوايا، ومع ذلك سايبني للرياح وسايب الدنيا تخبط فيا وتتشقلب لغايه لما حسيت ان الحياه خرم ابره كده قدامي. الحقيقه ان ربنا بيعلمنا النهارده ومن خلال انجيل معلمنا مرقس والاصحاح الرابع ازاي وجود ربنا في السفينه بتاعت حياتنا ما يغنيش ابدا، او ده مش معناه ان الحياه ما يكونش فيها تجارب او ضيقات. طب انا يا رب اعملها ازاي؟ ازاي ابقى واثق انك موجود في سفينتي لكن في نفس الوقت بستقبل الرياح والتجارب؟ ازاي دايما يا رب انت اللي موجود في المقدمه وانا اللي ورا فانت بتشيل عني؟ ازاي استعين بيك واقدر اتقبلها بشكر وبفرح التجربه عشان اخرج منها في الاخر وانا مليان وبخيري، واذا كانت لتزكيه او لتنقيه الهدف بتاع التجربه فعلا يكون اتحقق. تعالوا نعرف مع بعض النهارده. بيسعدني وشرفني وجود استاذ فخري انيس الخادم بكنيسه القديسه العذراء مريم الملاك ميخائيل بالخلفاوي. صباح الخير على حضرتك، اهلا بيك. صباح الفل، منورنا جدا، ويعني نحب نستمتع معاكم النهارده بالايات الجميله من انجيل معلمنا مرقس الاصحاح الرابع، نشوفها مع بعض ونرجع تاني. وكان هو في المؤخر على وسادة نائما، فأيقظوه وقالوا له: يا معلم، أما يهمك أننا نهلك؟ فقام وانتهر الريح، وقال للبحر: اسكت ابكم، فسكنت الريح وصار هدوء عظيم. معجزة جميلة ومعجزة يمكن بنحكيها لأولادنا وأولادنا عارفينها من وهم صغيرين، لكن تعالوا النهاردة نتأمل فيها. أستاذ فخري، في البداية لو حابب تحكي لنا الموقف الجميل ده اللي موجود في إنجيل معلمنا مرقس ببساطة كده قبل ما ندخل في الأسئلة ونسأل على الكلمات التي بعمق جدا. يعني في الحقيقة اليوم ده كان مليان بتعاليم جميلة جدا، قال رب المجد يسوع زي مثل الزارع وحبة الخردل، كمان شرح للتلاميذ ازاي الملكوت زي الانسان اللي بيزرع بيرمي البذرة وبعد شوية تكبر وهو مش دريان بيها. يوم طويل مليان بتعاليم حلوة جدا. في الاخر خالص لما جه بالليل، طب يلا نعدي بقى الناحية التانية لنجتاز الى العبر. ببساطة شديدة يقول كده انجيل معلمنا مرقس: اخذوه كما كان. يعني حتى على رأي حد من الاباء المرة كده، طب ما راحش يرجع يغير هدومه ولا حاجة، ما فيش، لا زي ما هو ببساطة جديدة راح. ويقول كده في الحدث انه دخل المركب ونام. ببساطة ربنا قال قبل كده: ليس له اين يسند رأسه. طب ازاي يا رب جاي تنام هنا؟ حد من الاباء قال تعالي عجبني قوي، قال هو كان بيريح من مكان لمكان، لما يتنقل من حتة لحتة يريح، وفي وسط الراحة البسيطة القليلة دي يوم البحر ويهيج. فين لما التلاميذ ابتدوا يصحوا لنفسهم: الحقنا يا معلم احنا هنهلك. فقام وانتهر الريح الله. وصار هدوء عظيم. السلطان سلطان على الريح وقوته في ان هو يقول لها تسكت فتسكت. يعني اختيار المكان ده مهم، يمكن في أكتر من موضع في الأناجيل نشوف أن السيد المسيح اختار أن يكون موجود على جبل عالي، نشوف أنه اختار يكون في مؤخرة السفينة، ونفسي أعرف ليه في المؤخرة، يعني ليه مش وهو قاعد مع التلاميذ؟ أو في الكتاب يقول لنا في موضع خلاء، دايما مكان الراحة اللي بيتكلمنا عنه واللحظات اللي بيرتاح فيها السيد المسيح كانت بتبقى في حاجة من الأماكن دي. الحقيقة حكاية في المؤخر ونايم دي شغلت بعض الآباء القديسين، يعني قالوا كده يشبهوا أن الإنسان ده عامل زي المركب وهو ماشي هو اللي سايق المركب، فربنا في الترتيب في الآخر قاعد في الآخر ورا، وهو بقى زي ما قولوا يعني تيجي الرياح وتيجي المشاكل يصدها كده تقابلها بصدره. فين بقى لما يصحى ويفوق ويلاقي ربنا قدامه؟ أخ ده ربنا موجود، إحنا اللي بنرتبه في الآخر للأسف. بنرتبه في الآخر لسبب، يمكن زي ما قلت كده
نعتمد على خبراتنا على ذكائنا أيا كان. يعني المنظر ده للأسف بينبهنا لغلطة جديدة جدا. كلنا بنعتمد أن ربنا موجود في حياتنا فخلاص ما فيش تجارب ما فيش ضيقات، وده مفهوم خاطئ جدا. بدليل في المركب هنا وهو معاهم قامت الريح والأمواج وابتدت المية تملى السفينة، طبعا مش بالسهل. هو رب المجد قال لنا ما تخافوش، في العالم سيكون لكم ضيق، ما تخافوش ما أنا معاك، ثقوا أنا قد غلبت العالم. صحيح. أهم حاجة ما تعتمدش على قدراتك أو على ذكائك أو على خبرتك في البحر، بس وجوده ما يمنعش وجود التجارب. طبعا بدليل أنه هما في المركب قامت عليهم الريح وهم معاهم المسيح نفسه. معاهم المسيح نفسه. قالوا له يا معلم أما يهمك أننا نهلك؟ يعني أعتقد أن هم قالوها بالشكل ده، أنت مش فارق معاك يا رب أن إحنا هنموت، أنت مش فارق معاك. الحقيقة إذا كان الأباء بيتكلموا عن ضعف إيمان التلاميذ في النقطة دي، فالحقيقة نقطة الضعف أو الدفوء الشخصي ده يمكن هم كانوا بيمثلونا في الوقت ده، لأن هو الحقيقة موجود معانا كلنا. إحنا بنيجي في أوقات ضيقات شديدة جدا جدا جدا، ولما الضيقة تزيد جدا ربه انت مش واخد بالك مننا ولا ايه؟ ده انا عمال انادي وانا بحسي وما مش حاسس ان في تغيير، مش حاسس ان انك بتستجيب. وقت ضعف الايمان التلاميذ او ضعف ايماننا احنا، ازاي ربنا بينظر لينا وازاي احنا بتبقى عينينا قاصره او يعني مش شايفه الحقيقه كامله؟ في تعليق قاله احد من الاباء ربنا يديم حياته، يعني كان بيقول لو الاباء الرسل في المركب دي كانوا سنهم زي سن الأطفال الصغيرين مثلا، كان لما تقوم عليهم الريح والأمواج هيعملوا إيه؟ أول حاجة يعملوا إيه؟ يجروا على ربنا، الحقنا يا بابا يسوع الحقنا هنغرق. لكن الآباء الرسل طبعا ما عملوش كده. إحنا للأسف بنعمل زيهم، نفضل ندور في وسط الضيقة أو التجربة، يا رب أنت ناسيني ليه؟ أنت سايبني ليه؟ أنت مش سامعني ليه؟ وهو يقول لي مين قال لك إن أنا نسيك؟ ده أنا عادت شعر راسك. مش بس كده، ده أنا جيت واتصلبت عشانك، إزاي أنساك؟ إن نسيت الأم رضيعة أنا لا أنساكوا. لكن ربنا ما هداش البحر إلا لما التلاميذ صرخوا. إحنا نفس القصة، ربنا ما بيهديش المشكلة إلا لما إحنا نقول له الحقنا، زي ما قال معلمنا بطرس كده وهو بيغرق يا رب نجيني. طب ما أنا جنبك، ما قلتليش ليه من الأول؟ ما صرختش ليه؟ عشان كده ربنا يستنى لما أقول له الحقني يقول لي خلاص. ما دي ترجعنا للثقة، يعني هي الثقة والإيمان. بس لأن حضرتك قلت الطفل الصغير اللي بيبقى ماسك إيد باباه وهو بيعدي الشارع، هو عنده ثقة فيه بس هو ما يعرفش، يمكن الأب هو كمان ساعات بيبقى خايف أو ما بيعرفش، بس فكرة إن أنا واثق لأن ده بابا أو إن تهمه حياتي. ليه الثقة بتاعتنا يعني ما بتكونش كاملة في ربنا إلا لما لازم زي تومة كده أحط إيدي على عمل معين أنت عملته فأنا أقول كده صدق إنك فاكرني يا رب؟ ما هو ده للأسف ضعف الإيمان، يعني للأسف. عشان بس نعرف نتعامل معاه إزاي ضعف إيماننا، لازم تثق في ربنا، لازم أنا أبقى واثق فيه. هو قال لي كده، قال لي يعني ما ترميش اللوم علي، أنت بس اندهلي وأنا جنبك. بس فكرة الرجاء، يعني زي يكون عندي هذا الرجاء. يمكن حتى الأباء يقولون ما تقولوش الأمل، لأن الأمل دي حاجة أقل من الرجاء. فكرة أن أنا أرجو أو برجو أن الله هيكون معايا مهما اشتدت الضيقة، ولو في الهزيع الأخير حتما سيأتي، أكيد مش هيسيبني. زي يكون عندي هذا الرجاء وأنا يعني علاقتي بربنا اللي هي العلاقة العادية، يعني بروح مرة الكنيسة كل شهر ولا حاجة ومش خادم ولا حاجة، وحتى لو خادم فأنا يعني مقضيها كده، بروح كده بضيع وقت يعني. فإزاي في وقت الضيقة يكون عندي هذا الرجاء؟ كان قداسة البابا شنودة قال في كتاب حياة الإيمان في شوية نقط كده بص عليها. يعني مثلا بص لسير الآباء القديسين اللي قبل منك، ممكن تخلي وعود ربنا قدامك وتثق فيها. هو قال كده هأنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. هل ممكن ربنا يرجع في وعوده؟ لا، استحالة طبعا. نقشتكم على كفي، يعني كل واحد فينا يبص في كفي إيده كده في خطوط، إحنا بالنسبة لربنا نفس الخطوط دي منقوشين على إيده، فإزاي هينسانيه؟
في وعود كتيرة، يمكن لو بصينا لحياة القديسين وربنا بيعمل ايه معاهم، في دروس جميلة جدا نستفيد بيها. لو خدنا مثل زي ابونا ابراهيم مثلا، معقولة واحد عدى 90 سنة ويخلف؟ صعبة، ما بتحصلش. سارة نفس القصة، خلاص الموضوع انتهى بالنسبة لها، لدرجة ان ضحكت لما ربنا قال في نفس الوقت يعني يكون لها ابن. بعد فناء يكون لي تناعم، يعني خلاص في نظرنا احنا الموضوع انتهى، لكن عند ربنا ما فيش الكلام ده. الحقيقة وعود ربنا كتيرة جدا، لو بصنا لها في كتاب المقدس مش هنقدر نخلصها. وعود لا تنتهي طبعا، وعود صريحة ووعود جميلة ووعود حقيقية. كل الحاجات اللي بتخوفنا مع ربنا، لو ركزنا بس في اللحظة اللي انتهر فيها الريح، أو كان قد إيه ليه سلطان على الطبيعة، كل اللي عامل لنا إحنا بقى ضجة كبيرة وشايفينه حاجة كبيرة أو حوت هيبتلعنا، مع ربنا بكلمة واحدة بس. فالهدوء العظيم اللي حصل عايزين نقف عندها، وليه قال إن ده هدوء عظيم مش مجرد هدوء، عشان إحنا محتاجين الهدوء العظيم ده لحياتنا أكيد. كلمة واحدة قالها رب المجد يسوع، اسكت ابكم، فصار هدوء عظيم. الصوت ده يعني كلنا كده بنلاحظه، لو احنا في مشكلة وحوالينا دوشة وقلق ومشاكل وصداع والناس بتقول والناس بتعمل، وفجأة لما المشكلة ربنا كده يتدخل فيها بحل غير متوقع، يقول كده فصار هدوء عظيم. عارفين يبقى واحد قاعد لوحده كده في الأوضة، ايه ده، فين الدوشة اللي كانت هنا من شوية؟ خلاص انتهت. هو أمر وسلطان بيسموه الآمر الناهي، يعني ما فيش كلمة بعديها، صحيح كلمة وخلصت انتهت. عشان كده داود النبي لما فكر كده يقول أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك. طب وانت يا داود ايه؟ يقول لك لا، قوتي وتسبيحتي هو الرب وقد صار لي خلاصا. فيش كلام بعد كده، موضوع انتهى. بس أهم حاجة لازم يبقى ليا الثقة الشديدة في ربنا. لازم سلطان الله على كل شيء، على كل الأشياء وعلى كل البشر وعلى كل الأرض، يأمر البحر يسكت بسلطانه. الله يعني ليه سلطان على الريح، ليه سلطان على الطبيعة بأكملها بكل ما فيها من نبات وحيوان وإنسان. إزاي يكون عندي دايما الثقة أن الله ليه سلطان أن هو يغير المجريات اللي أنا حسبتها بالورقة والقلم؟ الطب بيقول ما ينفعش، بس الله يقول ينفع. العلم بيقول أن ما فيش حل، لكن الله بيقول ينفع. إزاي هذه الأمثلة وهذه الخبرات في حياة البشرية تديني دايما قناعة أن الله حتما سيتدخل، أن الله عنده سلطان على كل شيء؟ تعالوا نبص لسلطان ربنا كده في كذا مثل. يعني مثلا سلطانه لما مشي على البحر، ده مش بس هو مشي، ده خلى معلمنا بطرس كمان يمشي معاه. لو انت هو أؤمرني تعال، مشي معاه. مش بس كده، ده بعد القيامة دخل العلية وهي مقفولة والأبواب مغلقة، أبواب مغلقة يعني بالبلدي كده متربسة. دخل ازاي؟ هو سلطانه، سلطانه كمان على الطبيعة لما صعد حتى للسماء بالجسد. فين الجاذبية هنا؟ علميا ما ينفعش الجاذبية تسحب للأرض طبعا، لكن هو صعد للسماء بجسده. سلطان المسيح في حاجات كتير قوي، يعني لو بصينا لسلطانه بيبقى عشان خلص النهاردة، لكن أنا لازم أبقى واثق في سلطانه ده. هو قال لي كده، بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. أنا محتاجه، هو عايز ربنا معي أنا. على رأي المثل زي الأم كده ماسكة الطفل في إيديها، يفضل ماسك في إيد ماما، طول ما هو في إيد ماما مطمن جدا، مبسوط ومرتاح ويحصل اللي يحصل، لكن عاد بسيب إيد ماما بتدي يعيط ويدور ماما سبتيني ليه؟ هي ماما اللي سابته؟ هو اللي سابها، يبقى أنا المشكلة عندي أنا. عشان كده ربنا ليه سلطان حتى على شفاء الأمراض. يعني شوفوا لو عندنا المعجزات مش هنخلصها طبعا، معجزات ومعجزات صعبة جدا ما بتحصلش، يعني طبيا ما ينفعش تتعالج، ومع ذلك كان ليه سلطان. يكفي انه اقام لعازر بعد 4 أيام من الموت. في واحد بيقوم بعد ما يموت؟
لا طبعا مستحيلة، ده سلطان ربنا علينا. ده مش بس بيموت، ده يعني يمكن ده أنتن أربع أيام دي، فده قد إيه قدرة ربنا إن مهما كانت الحالة اللي وصلنا لها صعبة برضو ربنا هيعرف يتعامل معاها. بالزبط. لكن هرجع تاني، وإحنا النهاردة شاورنا أكتر من مرة على ضعف الإيمان وعلى الثقة، ودول الحاجتين اللي أنا المفروض إن أنا أشتغل عليهم أو يكون جهادي عشان دايما يكون عندي ثقة وإني أزود وإيماني يتقوى ورجائي بربنا. لو النهاردة قلنا ايه الخطوات اللي انا ممكن اعملها عشان اشتغل على الحته دي، على الضعف ده اللي عندي عشان الثقه في ربنا تزيد؟ هو لو انا طالب في مدرسه وضعيف في المنهج شويه بعمل ايه؟ باخد درس، باخد دروس. مش درس، يسموها تقويه، مجموعات تقويه، او مجموعات تقويه. صحيح. انا نفس الفكره، محتاج التقويه دي. التقويه دي تيجي من رب المجد نفسه، بيبعتها لي عن طريق حاجات كتير، اهمها الوعود بتاعته، اهمها القصص اللي مالية الكتاب المقدس من معونة ربنا لأولاده. شوفوا ربنا كان مع أولاده من أول سفر التكوين لغاية سفر الرؤية. فين إحنا في المعونة دي؟ إحنا محتاجين نقول له يا رب لو سمحت خليك معي. صحيح. أنا ضعيف. لو حضرتك تدينا روشتة روحية النهاردة من خلال الكلمات الجميلة وسلطان الله على الطبيعة وتعامل الله مع الضعف البشري اللي خلى الإنسان يقول هو أنت فين يا رب، ممكن تقول لنا إيه؟ افتكرت الآية اللي قالها ربنا لمعلمنا بطرس لما كان بيغسل لهم رجليهم في إنجيل يوحنا، قال له كده لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع ولكنك ستفهم، لكنك ستفهم فيما بعد. من فضلك ما تحاولش ربنا تقول له أنت ليه سايبني. لسه بنقول مثل الطفل هو اللي ساب إيد ماما. فأنا الدور علي الأساسي أن أنا أمسك في ربنا، أما أتمسك فيه هيحل في قلبي، هيملاني سلام، هحس بهدوء. استحالة كل الضيقات اللي حواليا دي تفرق معي، إحنا اللي نفضل ماسكين فيه. بالزبط. مهما كان، ونمسك الوعود بتاعته. ناخد من ده النهاردة أنك دايما كده خطط في كتابك المقدس أو في إنجيلك، حط خط تحت وعد ربنا وفكر نفسنا بيه. نورتنا وسعدنا جدا بوجود حضرتك معنا أستاذ فخري أنيس الخادم الكنيسة القديسة العذراء مريم مملكة ميخائيل بالخلفاوي، وصباح الخير عليكم. صباح النور. نشكر حضرتك. شكرا جدا. شكرا لكم. لسه معاكم مشاهدينا، نخرج لفاصل قصير ولسه كلام كتير ومستنيين تليفوناتكم على موضوع القروض العقارية، ونتكلم كتير جدا بعد الفاصل.